بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم راح اشرح كيفية إلغاء طلبية طلبتها من خلال تطبيق الشي إن. طبعا أنا من حوالي اليوم طلبت طلبية، وبعد حوالي نص ساعة اكتشفت إنه أنا بدي أعمل إلغاء لهذه الطلبية لسبب ما. الطريقة راح تكون على شكل، طبعا الفيديو اليوم راح اشرح كيفية إلغاء الطلبية، بحيث إنه الطلبية بعد ما انشحنت لعندي وما وصلت لعندي أبدا، فقط بعدها بيطور المعالجة. هلا في عندك خيارين. الخيار الأول، لما إذا كانت الطلبية انشحنت المفروض عليك تنطر حتى تتصلك بعدين تعمل الإجراءات الإلغاء. أما أنا بالنسبة لي اليوم طلبت الطلبية، والطلبية بعدها بيطور التجهيز، يعني لسه ما انطلقت من المستودع، فقط بيطور التعديل. الطريقة راح تكون على الشكل التالي. أنا بدي ألغيها قبل ما تنطلق للشحن. بعد ما فتنا على تطبيق الشاين الخاص فينا، انا راح انزل لتحت بالاسفل، راح نروح على صورة الملف الشخصي الموجود بالاسفل على اليسار، مثل ما شايفين عندي هون اشارة كلمة انا. بعدها راح نشوف الطلبات الخاصة فيني. في عندك خيار غير مدفوع، تم الشحن، تعليق المنتجات المسترجعة. انا اليوم طلبت هي الطلبية على الشكل التالي. اذا كبسنا عليه عمي خبروني قيد التجهيز، يعني لسه ما انطلقت من المستودع. راح نكبس على كلمة قيد التشغيل. راح نشوف هاي الطلبية اللي أنا طلبتها اليوم، وعندي في خيارين، تعديل عنوان ولا أو تتبع وإلغاء الطلبية. أنا بالنسبة لي بدي إلغي الطلبية قبل ما أنطلق من المستودع. راح أكبس على خيار اسمه إلغاء الطلبية. عم يخبروك إذا طلبت إلغاء هذا الطلب فلن تتمكن من استعادته. هل ما زلت في الإلغاء؟ لا، أعطي نعم. هلا عم يخبروك ان المبلغ المسترد انا دفعت حوالي 31 سنت. يرجى اختيار طريقة استرداد قيمة المنتجات. بدك تسترجعها على المحفظة الخاصة بشيئنا، ولا من خلال طريقة الدفع نفسها الحساب اللي دفع المصاري يرجع له. يعني انا دفعت من حساب بنكي ترجع المصاري لحساب بنكي، دفعت من خلال حسابي على البيبال ترجع المصاري لحسابي على البيبال. انا بالنسبة لي راح اختار الخيار الثاني. أنا صعب الإلغاء طبعا، إنه هون اختياري، بإمكانك تدخله بإمكانك ما تكتبه. بدي اختار على سبيل المثال أي شيء، فرضا اخترت هالطلب، أعطي كلمة تأكيد. هلا راح أكبس على الشكل التالي. بعد ما اخترت طريقة ترجيع المصاري راح أكبس على كلمة إرسال. على عم أخبرك على الشكل التالي، تم التقديم، يمكنك التحقق من حالة الطلب في طلباتي لاحقا. هلا راح أكبس على كلمة رؤية تفاصيل الطلب. هلا عشان اتاكد انه الطلبيه التقت، راح تجيني رساله على الايميل البريد الالكتروني الخاص فيني تخبرني انه الطلبيه التقت، وكمان نفس الشيء. هلا عشان اتاكد انه الطلبيه التقت بشكل كامل، حكيت راح تجيني رساله تاكيد على البريد الالكتروني الخاص فيني تخبرني بالالغاء. كمان نفس الشيء اذا فتنا على حسابنا بالشيء ان، ننزل بالاسفل للصفحه الرئيسيه، بالاسفل على اليسار ايقونه الملف الشخصي الموجوده بالاسفل على اليسار، ضغط عليها راح نشوف في عندي هون الخيارات الخاصة بطلبي. راح نشوف في كلمة قيد التجهيز، بالعادة كان موجود انه هي تتم الارسال. عم يخبروني هون في عندي اعادة الشراء، يعني بمعنى انه هاي الطلبية التقت من قبل، كانت موجودة الطلبية انه قيد التجهيز وموجودة فيها خيار التتبع. كما نفس الشيء اذا فتنا على الايقونات المواد المسترجعة، راح نشوف نفس الطلبية حاطينها هي بخيار المنتجات المسترجعه والمردوده، وعم يخبرك انه بحاجه للاسترداد، وبهيك اتاكد انه الطلبيه التغت بشكل كامل. هلا ان شاء الله تعالى هاي الفيديو انتهى، ونشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.